عن جد ما تتخيلوا قد ايه كنت شقيه، يعني ما تشكش فيها ابدا انه انا فيها شيطان من داخل. اصلا ما كان حد يشك فيه انه انا ممكن اسوي شيء زي هيك في الحي. بوم وبرميها في البيت وبسمع تيت تيت. بس اسوأ ذكرى يمكن بتذكرها، كان في يوم كنت بضطرب بس باحدى جيران، اكدت انهم كلهم ملفوفين على المائده. إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوني شو ناطرين يا بيبي عشان تشتركوا بالقناة. سو هالفيديو هاد هو من سلسلة القصص. بهالفيديو حابة أني أنا أشارك معكم ذكرياتي الطفولية والأشياء هيك اللي كنت بسويها في رمضان، أو الأشياء الغبية أو المتشردة. وأنتوا كمان حتنزل تحت في التعليقات وحتحكوا لي أشياء من مغامراتكم لما كنتوا أطفال. بس قبلها إذا كنت أول مرة عم بتشوفني، لا تنسى أنك تشترك بالقناة، تضغط على زر سبسكرايب الأحمر أسفل هذا الفيديو، كمان حط لهذا الفيديو بيج لايك وروحوا تابعوني على الإنستغرام. سو أول ما حأحكي لكم على الطفولة المتشردة اللي أنا عشتها. أحسن شيء في الحياة هي الطفولة المتشردة. أنا كنت من نوع تعرفوا اللي لما بيكون هيك قدام العالم أو ماي جودنس الملاك، يعني متشكش فيها أبدا إنه أنا فيها شيطان من داخل. فعن هيك جملة بتقول في لهجتنا إنه تتسكبن حتى تتمكن، يعني تمشي تحت الحيط حتى إنك تتمكن وتوصل اللي بدك إياه. فأنا كنت هيك لما تاخدني هيك ماما مع الكبار وما بعرفش إيش، بظل ساكتة عاقلة، يا الله شو كيوت شو حلو إيش مربي. بس ما في حدا يعرف الكوارث الحقيقية. هحكي لكم على الشغلة هلا بتذكرها، وكمان سويتها في رمضان. يعني أنا البنت الوحيدة للعيلة ومعي إخواني ثلاثة، فكنت يعني بميل للتصرفات الشبابية أكثر من التصرفات البنوتية الكيوت يلعبوا بالدمى ما أحلاهم هادين. أنا لا لا لا، حتى لعبة العيد تبعي ما كانتش دمى زي بقية البنات، كانت مسدسات وكنت بتخانق وبتقاتل مع الشباب أولاد الحي هيك لما كنا صغار. المهم وأنا كنت بدرس هيك بالمدرسة، بتذكر حتى شولات كنت وقتها لابسة سالوبيت بس تكون على شكل فستان وجينز وملغمة بالألعاب النارية. تلاقي في الجيب الأيمن الألعاب النارية اللي بتكون عصرية، احنا بنسميها بلهجتنا الفوشيك، والتاني الألعاب النارية التقليدية اللي كنا هيك بنصنعها. وأنا شو مهمتي انه أنا بطلق الألعاب النارية قدام البيت زي بقية الأطفال الكيوت؟ لا 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 ابدا لا، بروح على الجيران برمي لهم الالعاب الناريه في بيوتهم وبهرب. عن جد لما بتذكرها بضحك على حالي. تخيلوا في رمضان الكبار بيكونوا صايمين وتعبانين واصلا كرهانين حياتهم، وانت فجاه ترمي لهم هيك لعبه ناريه في البيت، بس بوم والناس عم تشتمك وتسبك وتهرب، ما بيلاقوك اصلا. اصلا ما كان حد يشك فيه انه انا ممكن اسوي شيء زي هيك في الحي. المهم يا سيدي بن سيدي، كان في يوم كنت بضطرب بس بأحدى جيراننا، يعني بستنى بدقيقة والتانية وبعد في الوقت المناسب انه انا برمي لهم الالعاب النارية. بتذكر انهم كانوا عم يفطروا في حديقة البيت، يا عيني يا ليلي، يعني الوضع كان مناسب جدا اني انا بزعج اكتر عدد من الناس. فهم العيلة عم يحضروا الاكل، عم يستنوا ايمتى بالدقيقة والتانية بيأذن، وقبل ما يأذن بثانية اكدت انهم كلهم ملفوفين على المائدة. بشعل اقوى لعبة نارية عندي بوم وبرميها في البيت وبسمع تيت 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 تيت. تخيلوا قبل بثانية من الأذان وحدا كتير ميت من العطش وميت من الجوع وكمان أعصابه محروق. تسوي أنت هيك شي فهو يقول كلام بيخليه يفطر. خليته مسكين يقول كلام كتير سيء ويشتم شتائم مش طبيعية. بموت في الشتيمة بموت في الشتيمة. المشكلة إنه أنا ولا أحساس بالذنب، بضحك بطريقة هستيرية كأنه واو ربحت الأوسكار، أنا شو سويت شيء عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن جد ما تتخيلوا قد إيه كنت شقية بشكل مش طبيعي. بس زي ما قلت لكم إنه هيك بتسكبن هيك تحت الحيط بمشي، ولا مرة إجت علي شكاية لا أمي ولا أبويا، ما حدا يعرف. كنت دايما كل مرة بسوي جريمة وما حدا يقفشني، يعني بقتل الميت وأروح في جنازته. وكمان ذكريات اللي بعتقد كل الأطفال سووها إنه كنا بندق الجرس تبع الجيران ونهرب. أنا قديش سويتها وقديش ناس سبتني ودهت علي. بس أسوأ ذكرى يمكن بتذكرها
لما تكونوا ملمومين هيك اولاد الحي وبنات الحي عم تلعبوا فوتبول سوا وفجأة ترمى الكرة عند اكتر جار عندكم لئيم. احنا بنكون هيك ناطرين الكرة كيف رح نرجحها ونحاول نتهامس كيف ممكن حدا فينا يتسلل، فبنلاقي ان الكرة رمت لنا قبعتين وبس الكل يروح للبيت وتفشل المباراة تبعنا قبل حتى ما نبلش. حبيت بهالفيديو هيك اشارككم هيك شوي ذكريات الطفولة ونبلش هيك بقصة خفيفة كوميدية شوي من ذكريات الطفولة اللي بعتقد انتو كمان عشتوا تجارب مشابهة. اكتبوا لي تحت في التعليقات شو اكتر هيك ذكرى مضحكة من الطفولة تبعكم لسه بتذكروها، او اسوأ قصة مرت عليكم زي قصة القبعة. So guys هذا هو كان الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطونا بيج لايك وهلا بقلكم دير بالك محاكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي سلامات يا هوا. سلامات.